استاذ توفيق عبد الحميد ناجح ولا غير موفق في دوره؟ لا ناجح، لا ناجح، حاول يعني يؤدي الدور قدر المستطاع، حاول في ظل سكريبت سيناريو، في ظل حوار، في ظل قصة بشكل عام، لكن أدى دوره على قدر المستطاع. نقول له إيه؟ نقول له كمل، ما تزعلش من أي هفوات أو أي أخطاء. يعني بعد 12 سنة ومقدم لنا دور، مقدم لنا دور قوي جدا، خصوصا في آخر حلقتين، لا مقدم لنا أداء قوي حقيقي يعني. توفيق عبد الحميد دوت من الناس اللي ممكن يبقى عنده درجة من الإبداع أكتر، تحس إنه هو مش مبسوط وهو بيمثل، مش مبسوط. هو دي الحاسة الوحيدة اللي احنا بنشوفها عشانها مسلسل، في تمثيله، في أدائه، وخصوصا المشاهد مع نورهان. يعني انت في حالة، انت ده راجل له خبرة، له كاركتر، يعني ممثل.